اشتغلت انا بكير بال15 وفي اخذت البكالوريا في لبنان، وبفضل منظمه التحرير كمان طلعت درست في روسيا الهندسه المدنيه، اخذت ماجستير هندسه مدنيه، كنت من المتفوقين وهذا فخر الى فلسطين. بالاول كنت احس لما يقولوا مثلا انه الطالب متميز من فلسطين احس اني انا خدمت بلادي في مكان ما. فالمسيره المهنيه تاعي يعني بعتبرها ناجحه، بعتبرها صعبه لامراه خلقت في الشتات. وما تنسى ان احنا لما طلعوا اهلنا من فلسطين طلعوا بعقليه محافظه جدا، كانت البنت بالنسبه لهم هو زواجها هو الاصح بال16 او ال17 سنه. وهون بترحم على والدي الحقيقه اللي بعتبره القدوه تبعي، واللي بعتبر فتح لي مجال، لانه انا بتذكر جيدا لما كنت بدي اطلع ادرس في الاتحاد السوفيتي احد اعمامي اجا وقال له انه نحن ما عندنا بنات تطلع، يعني البنت الرجل ايه ممكن يطلع بس البنت لا. فكان يمكن جواب والدي له هو الحافز بالنسبة لي أو مسؤولية حملتها على أكتافي، وحاولت أني أثبتها أنه أنا قد المسؤولية وزيادة. قال له أنا ما عندي بنات، أنا عندي رجال بعته يدرس وأنا عندي ثقة في بنتي. فحملت هذه الكلمات من أجل والدي ومن أجل بلدي، لأنه فلسطين أتصور غالي وغالي جداً، ومهما ضحينا ومهما قدمنا ومهما أعطينا صورة جميلة ومشرقة عن بلدنا هذا ما بيطلع ولا إشي قدام غلاوة فلسطين. خلال دراستي كمان قمت بكتير أنشطة، كنت عضوة اتحاد الطلاب بالهيئة الإدارية، وكمان استلمت يمكن مكتوب اللجنة الثقافية علي دائما، استلمت اللجنة الثقافية وحاولنا نجمع حالنا عدة فتيات وشبان من كل الفلسطينيين الموجودين. أنا درست في مدينة اسمها خاركوف وعملنا فرقة للدبكي، وأذكر جيداً أنه بالأول كان هدفنا أنه اسم فلسطين، معناته نقوله أنه اليوم في حفلة لفلسطين. فنحن بدينا بالأول صدقيني يمكن 10 اللي كانوا يتفرجوا فينا، وبس تركت الاتحاد السوفيتي كانت القاعة تكون معباية لبرا، وفلسطين يعني هنا كان إشعاع من نوع من الإشعاع. كنت كل في حياتي المهنية عادة دائما كنت كل ما أحاول أتفوق أحاول بلدي تتفوق. منها انتقلت إلى تونس، طبعا في تونس أنا كنت أتقن اللغة الإنجليزية واللغة الروسية. لما كنت أدور على عمل في تونس كان لازم اللغة الفرنسية، فتعلمت اللغة الفرنسية والتحقت بالسفارة. كان بدهن محاسب بالأول، التحقت كمحاسب وبعدين تدرجت في العمل لعند ما استلمت القسم المالي في دائرة الإعلام. في 92 خرجت منظمة التحرير من تونس وأنا رجعت مارست الهندسة المدنية، اشتغلت في مكتب تونسي لمدة 10 سنوات، والحمد لله يعني بشهادة من في المكتب. أنا كنت المرأة الوحيدة وكان معي ستي بين المهندس وبين رب العمل، وأفخر جيداً عندما يقول أنه أنا يعني قابل زوجي في أحد المرات قال له أنا كنت مقتنع أنه المرأة عندها حد من الذكاء ممكن توصل له، بعد هذا الحد لا يمكن أنها توصل له، الباقي برجع للرجل. إجت مرتك وقلبت لي كل المفاهيم. فكنت دايماً أصر حتى لما يقولوا قال له فلسطينية، الفلسطين بشوفها كمان خدمة إلها في المسار المهني. أنت وين ما تنجحي وين ما بلدك بتنجح، أنت وين ما بتكوني في قبول، في قبول لبلدك. بعدها طبعاً التحقت بالسفارة في 2001 واشتغلت في العلاقات العامة، وبعد العلاقات العامة طبعاً أنجزنا عمل رهيب في العلاقات العامة. في الفترة قبل 92 كنت عضوة هيئة إدارية في اتحاد المرأة، كمان استلمت اللجنة الثقافية، وكمان لما صارت الانتفاضة كنا نفكر شو ممكن نعمل لفلسطين. فوقت عملنا مشروع حياكة، أنا بحيك كنزات كتير منيح، حياكة كنزات عليها ألعاب للأطفال، وعملنا معرض وعملنا مزاد علني
والحمد لله جبنا مبلغ لا بأس فيه حطيناه بصندوق الانتفاضة. وبعدها قلت لك التحقت بالسفارة، بالسفارة اشتغلت في العلاقات العامة، أنجزنا عمل كتير جيد. اشتغلت في فترة مع الأحزاب والجمعيات من ضمن العلاقات العامة في تونس، وبعد تدرجت إلى أن استلمت القسم الثقافي في السفارة اللي بعتبره معناته من أهم الأقسام في السفارة، لأنه هو في احتكاك مباشر مع المواطن التونسي. وهون بنوه لحب تونس لفلسطين الحقيقة، لازم هذا يوثق ويؤرخ إنه في هذا البلد إذا مديتي يد تجدي 20,000 يد ممدودة إليك. ومنها البرنامج اللي حكينا عليه قبل إنه بدنا نعمل شراكة بيننا وبين تونس في مجال الأطفال، في مجال الغناء، في مجال الفن. تؤثر فينا أكثر ما نؤثر فيها للأمانة. أنا دايماً وأي تظاهرة في تونس ثقافية نحن منروح عليها أنا ساعات ببكي، ونحن اللي منروح متأثرين أكثر منهم. يعني آخر تظاهرة كانت في المدرسة الانترناشونال سكول في المرسى، يعني في موقف أصلاً ممكن حتى يبكي الحجر، طفل عمره 10 سنين لابس على راسه طاقية، فإجا سألني أنت فلسطينية؟ فقلت له إيه. شال الطاقية كأنه عمره 70 سنة، كأنك مش مستحيل تصدق أنه في طفل عم بتصرف بالطريقة. شال الطاقية وضعها على جنب، مسك راسي، باس راسي وقال لي الآن أنا يعني بعتبر حالي كأني زرت فلسطين أو شيء. شوفي تونس عطاء من الله لفلسطين، أنا هيك بعتبره، لأنه مشان الوحيد دايماً بقول يا ريت عندي أخ توأم الروح لفلسطين. أنا بقولها وبكل فخر، هي تونس، تونس الشقيق اللي إذا تألمت فلسطين يتألم، وإذا فرحت فلسطين يفرح. من خلال التظاهرات الثقافية اللي منقوم فيها وهي عديدة وعديدة جداً، وتلفزيون فلسطين بيغطي معظمها، تجدي في تونس ما يعطيك من الشحنة المعنوية إنك أنت لست وحدك أول شيء، وإنه إذا أطفال تونس ما زالوا مؤمنين بالحق الفلسطيني فإذا نحن قضية حق وعادل ورح ننتصر بإذن الله تعالى. لما استلمت القسم الثقافي قبل سنة تقريباً اتبعت طريقة أنا مؤمنة فيها وهي طريقة العمل الجماعي. يعني أنا ما بخبي معلومة، أنا باخذ الملف من ساعات السفير ويكلف فيه القسم الثقافي، بعمل اجتماع للشباب، بسمعهم، نتناقض في الآراء، ممكن نتخانق، ممكن نتوافق، ولكن هو عمل نقرره جميعا ونفعله جميعا. فعندي وبحاول أرسخ بيناتهم هذا العمل المشترك، لأنه أنا مؤمنة بأنه مهما كان الإنسان ذكي، مهما كان الإنسان قوي، مهما كان الإنسان الفاعل، لا يمكن أن يفعل كل شيء وحده. دائماً عمل المجموعة هو العمل الأقوى، هو العمل الأصح. فأنا دائماً أي ملف للثقافي بجتمع بالفريق تبعي، بعطيهم كل التفاصيل اللي عندي، بسمع منهم، بسمعوا مني. طبعا يمكن انا خبرتي اكبر منهم شوي، دائما شوي بمشي رايي، بس مش بديكتاتوريه. اتمنى اني اكون ما بكون بمارس عليهم الديكتاتوريه، بتعامل معهم شوي كانهم اولادي، ساعات يعني بأس عليهم شوي اذا لمصلحتهم. ودائما يمكن كمان لاني في اخر الكارير تبعي حاولوا تستغلوا اكثر ما يمكن، لانه انا اذا رحت لازم انتم تكونوا واقفين على اجريكم. والحمد لله عندي علاقه جدا سليمه وجميله معاهم، وبحبهم زي اولادي، وبعتقد انه انجزنا بفضل هذا هاي طريقه التعامل.
كفلسطينيين مش شوية مختلفة عن أطفال العالم. يعني أنا بعرف قبل ما تيجي انطلاقة الثورة كنت من الأطفال اللي بشعروا بالخوف، لأنه نحن كنا عارفين أنه نحن بالمخيم صغار بالثلاث سنين أربع سنين أنت ما بتعرفي أنه يعني ليش بتخافي، بس نحن بنخاف لأنه في كان زي الحراس على باب المخيم اللي هن كانوا الأمن اللبناني. طبعاً بعدين لما إجت الثورة وحطونا في المعسكرات الزهرات والأشبال وعرفنا بلشنا نفهم شو القضية تاعنا وشو الحق تاعنا وكيف لازم ندافع عليه، شوي بلش هداك الخوف يتحول إلى شجاعة وقوة. الحقيقة الغربة دائماً إحنا حاسين فيها، حتى رغم أنه عشنا في أوطان غير أوطاننا، وحتى لو عاملونا يعني في كتير جيراننا أو دول عاملتنا كأننا مواطنين، إحنا دائماً كنا بنشعر بالغربة، لأنه دائماً كنت مثلاً أتساءل ليش صاحبتي اللبنانية هاي بلدها، طب أنا وين بلدي؟ فالغربة الحقيقة شيء بسكن فينا، حتى لو يعني الآن أنا في تونس بحس بانتماء غير طبيعي، ولكن هناك غربة داخلية رافقتني منذ الصغر وما زالت سترافقني إلى أن يعود الوطن. الحقيقة المرأة الفلسطينية من أقوى نساء العالم. ليش؟ لأنه اللي بتتحمله المرأة الفلسطينية لا تتحمله أي امرأة أخرى. معناته الوضع القانوني اللي بتعاني منه النساء العربيات ككل بتعاني منه المرأة الفلسطينية، رغم هذا بتعاني من القهر ومن الحصار ومن جنود الاحتلال، بتتعرض إنها تكون هي رب الأسرة إذا أسر الزوج، بتتعرض للقهر النفسي عند موت الزوج أو موت الإبن، وهي كمان رفيقة سلاح. يعني إحنا ما ننسى أنه هناك رائدات فلسطينيات قادوا عمليات عسكرية وخطفوا طائرات، وحتى نحن كنا صغار كنا مثلا ما نقدر نحمل سلاح، كنا نوصل الأكل للمقاتلين. فالمرأة الفلسطينية صح امرأة جبارة، برأيي الشخصي من أقوى نساء العالم. حقيقة على قد ما كنت متشوقة أني أزور الوطن، على قد ما كان في حسرة في قلبي، في وجع، في ألم، في نوع. يعني مثلاً كنت أنا وصاحبتي فقلت لها تعالي نتجرد ونقول هاي البلد مش بلدنا، شو بتحسي؟ فكانت تقول لي يعني أنت شو حسيتي؟ قلت لها أنا الأرض ما بتشبه السكان اللي فيها، يعني إذا بتمشي بتونس بتشوف التوانسي بتعرفي إنه هذا تونسي بيشبه تونسي، جزائري بيشبه جزائري، ولكن في فلسطين هم لا يشبهون الأرض. فكان شعور الحقيقة كأنه مثلاً ولدت طفل بيشبهك، عيونه مثل عيونك، شعره مثل شعرك، كل ملامحه بتنم على إنه ابنك، وفكوا لك إياه، أخذوا لك إياه هو صغير، رجعوا لك إياه بعد 20-30 سنة شاب زي القمر بيشبهك، قالوا لك هذا ابنك بس ممنوع تحكي معه، ممنوع تلمسيه، ممنوع تقولي ماما. فهذا كان شعوري، يعني كان شعور فرح إني أخيراً قدرت أشوف أجمل أرض، وهذا الحقيقة مش مبالغة ومش لأني فلسطينية. أنا زرت كتير بلدان، يعني روسيا مثلاً على الأقل مشهورة من أجمل دول العالم، ولكن في هناك سحر في هاي البلد ما بعرفه إلا اللي بزور البلد. والله دعم النضال للشعب الفلسطيني له عدة أوجه الحقيقة، يختلف حسب المكان والزمان وحسب العلاقات السياسية. يعني دعم الفلسطينيين في الشتات هو عبر خلق مثلاً مواطن عمل أو مشاريع يقدروا يشتغلوا فيها، بينما في الغربة هي محاولة تأطير أكبر عدد ممكن لمساندة الحق الفلسطيني، لأنه نحن عنا قضية حق قبل ما هي ما تكون قضية أرض. يعني اغتصاب الأرض مثل ما بتغتصبي أي شيء هو مش ملكك، فهي قضية حق. فأنا بعتبر أنه مساندة الشعب الفلسطيني لها عدة أوجه، لها وجه داخلي مربوط بالشتات ومخيمات اللاجئين والكل، وإلها وجه عالمي يرتبط بحسب الدولة وحسب العلاقات اللي بتربطنا نحن بالدولة اللي نحن فيها. يمكن حيكون حلمي وحيد أني أزور الوطن وأموت فيه،
وادفن فيه ترابي. يمكن هاي امنيه اي فلسطيني في الشتات، انا متاكده. اذا بتسالي اي فلسطيني ما هي امنيتك الاخيره، طبعا امنيتنا انه تتحرر فلسطين ونصلوا في القدس واشوفها محرره بعيوني، ولكن اذا لم يكن فليكن هناك زياره تكون هي النهائيه ونوار الثرى في أرضنا الحبيبة إن شاء الله. وأنا بتذكر أنه أجمل منظر شفته في حياتي كان في مدينة القدس، عندما كنت أرى الفلسطينيين يتجولون بالشوارع، فكنت أقول رغم كل هذا الخمارة، كل هذا الحصار، رغم كل هاي الوحشية اللي بتمارسها إسرائيل، ما زالت الفلسطينيين قادرين على الوقوف والقول بأننا فلسطينيون سنعود يوما ما، هذا أكيد.